السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hey everyone and welcome to Dr. Abu RTN Academy Channel. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن Part 13 في موضوع الفلاور في التغذية العلاجية. إحنا وقفنا المرة اللي فاتت عند Page 36 والنهاردة إن شاء الله نبدأ في Page 37، بس عشان نعمل لينك بين التو Pages. في البيج اللي فاتت هنا إحنا كنا اتكلمنا آخر حاجة عن Zygomorphic Polypetalous، وقلنا كلمة Poly معناها Mini، بس بولي معناها ميني بس منفردين فري بعيد عن بعضهم، كل بيتل بعيد عن البيتل التاني، مش ملتحمين، مش ملتصقين في بعضهم، مش فيوزد بمعنى اصح. ماشي، فانا عندي هنا لما يقول لي زيجومورفيك بولي بيتلس اتوقع ان يكون اللي بعديها زيجومورفيك جامو بيتلس، لان جامو معناها ملتصقين او ملتحمين، وهو فعلا دوت اللي موجود عندي في بيج 37. يبقى انا عندي بيج 37 بتبدا هنا بايه؟ بتبدا بالزيجومورفيك جامو بيتلس كورولا، تمام؟ وده اللي احنا هناخده النهارده. جامو يبقى احنا كده عرفنا ان هي بيتلس نبات، الجزء اللي هو الملون، الاوراق الملونه في النباتات، وعرفنا ايه تاني؟ جامد بيتل، وعرفنا ان هم ملتصقين في بعضهم. اول نوع او اول تايب فيهم اللي هو الايه؟ البايلابيات، وبعد كده في عندي نوع تاني اسمه بيرسونيت، ونوع التالت اسمه ايه؟ ليجوليت. دول التلات انواع اللي احنا ايه هندرسهم. البايلابيات بيقول فيه ان the petal of gamopetalous corolla is divided into two lips. البتل في حالة الجاموبيتالوس، الجاموبيتالوس ده متقسمة لتو ليبس، شفتين. The place between the two lips، المكان اللي بين الشفتين دول اسمه الماوث، الكورولا ماوث، تمام؟ وعشان نوضحها أكتر خلينا ناخد هنا الإكزامبل دوت. أدي عندي ليه البيتل، الكورولا بيتل مقسومة نصين، لب فوقانية ولب تحتانية، شفتين، والمكان اللي في الوسط بينهم دوت هو إيه؟ المكان اللي في الوسط دوت هو الماوث، الكورولا إيه؟ ماوث. برضه هنا نفس الكلام، هتلاقي هنا الظهر عندك فيها upper lip و lower lip، والمكان في وسط هو بيسميه ايه؟ الكورولا ماوث. وهنا برضه النوع التالت، هنا في upper lip و lower lip، والمكان في وسط كورولا ماوث، وهكذا lower lip upper lip، والمكان ده كورولا ماوث، تمام؟ اتمنى يكون النوع ده ايه واضح. النوع التاني هو نوع الايه؟ البيرسونيت. in this case the corolla is bilapiate، يبقى هي نفسها البيرسونيت، هي نفسها bilapiate متقسمه شفتين. But the two lips are near to each other. هنا لو شفناهم كانوا مفتوحين، اللبس بعيد عن بعضهم، في بينهم سبيس كبير، بينهم سبيس او جاب كبيرة، تمام؟ لا، في حالة البيرسونيت التو lips are near to each other، تمام؟ The two lips are near to each other، زي النوع ده كده. في عند الابر lip وادي اللور ليب، والجاب اللي هو الايه اللي بنسميه كورونا ماوث صغير، اللي بين الاثنين. النوع الثالث اللي هو الليجوليت. الليجوليت بيقول لك بقى فيه the upper part of the corolla is long، الجزء العلوي من الكورولا، ما قالش بقى هنا ان هو فيه ايه، فيه توليبس ومش توليبس، لا، الابر بارت اوف ذا كورولا، الكورولا دي اللي هو عباره عن ايه، بيتلز مع بعضها متركبين جنب بعضهم، عاملين وور لحلقه كده مع بعضهم، تمام؟ lower wall of petal، تمام، الكورولا ده بيكون الواحده منهم ايه، الابر بارت از لونج، فلاتند، فلاتند يعني مش مكيرف كده، لا، فلاتند يعني مستقيمه كده، عدله مفروده، which attach with short narrow tube، في اخرها في short narrow tube زي ما احنا شايفين كده الليجوليت، وفي عندي هنا تيوب في الاخر كده ملتصقه مع attach، يعني ملتصقه معاها التاج وز شورت، شورت ايت وناره صغيره تيوب، اوكي. جبنا هنا برضو شكل ملون شويه يكون اوضح شويه. لو انا شفت عندي هنا الفلاور دي، طبعا النوع ده ايه، لو انتوا فاكرين القسم ده كله عباره عن ايه، الجامو بيتلس، تمام، الجامو بيتلس ملتصقين، شايف ملتصقين كلهم مع بعضهم، وناخد واحده بس منهم، جزء واحد، لو خدنا جزء واحد بس منه وفكناه شلناه كده هنلاقيه عامل لنا الشكل ده كده، لو خدنا الحته دي كده هنلاقيه عامل الشكل ده كده، هو دوت الايه،
الليجوليت. تمام، هو ده الايه، ده الليجوليت عبارة عن جزء كبير من لونج. هنا the upper part of the corolla is long، وهتلاقيه من جوه كده مفرود عدل، يعني مش مدور كده، يعني مش طالع عامل دايرة كده، لا مفرود، مش كيرف، flattened which attached with a narrow tube. وهتلاقي في اخره كده في ايه، تيوب صغيرة في اخره، ايه تيوب ايه صغيرة رفيعة كده صغيرة، شايف التيوب، التيوب هي رفيعة صغيرة. يبقى هو بادئ فلات وبعد كده هيبدأ بقى يلف حول نفسه يدور كده يعمل تيوب، عامل حلقة كده تيوب كده في الآخر، مش فلاتن بقى الجزء الأخير. تمام، ده اكزامبل تاني برضه، هنا الورقة فلات وفينا ايه نارو تيوب موجودة فين، في النهاية. تمام، أتمنى يكون الجزء ده واضح.